ما حكم مؤخر الصداق؟ وهل نصف دينه بالزواج ويتقي الله في النصف الاخر؟ من اين هذا القول؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي نضر اذا تزوج الانسان فقد احرز شر دينه فليتقي الله في النصف الاخر. جاء هذا من طرق لا تخلو من ضعف عند اهل العلم. ولا شك ان الزواج مهم، ولكن كونه الشاطر محل نظر، انما هو مهم. الله يقول جل وعلا: وانكحوا الايمان منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. يقول سبحانه وتعالى: وان خفتم الا تقتلوا اليتامى فانكحوا ما طلب من النساء مثنى وثلاثه ورباع. الايه الرسول امر بالنكاح كما سمعتم، حتى الشباب على ذلك، قد تزوجوا الولود والولود بايدي مكاثر بكل اعلوم يوم القيامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى على هذا ورغب فيه كما امر به الله عز وجل. لكن كونه شطر الدين هذا محل نظر لضعف الحديث، ولكن ينبغي المؤمن ان يحرص عليه، وهو شعبه من الدين وفرض من الفرائض، وهو من اسباب العفه وغض البصر، من اسباب الاستقامه، ومن اسباب صلاح المجتمع، من اسباب كثره النسل، كثره الامه، كثره من يعبد الله سبحانه وتعالى. فينبغي الجد في ذلك، ولكن ينبغي له ان يختار المراه الصالحه، ويتيسر ان ينظر المراه قبل الزواج فهو احسن. النبي صلى الله عليه امر الخاطب ان ينظر، اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خطب احد امراه فإن استطاع ينظر إلى ما يدعو إلى النكاح فليفعل. وسأله رجل قال: رسول الله إن خطب فلانا فأنظرت إليها؟ قال: لا. قال: ابنها فانظر إليها. فإذا تيسر النظر إليها فهو أولى، وينبغي لأهلها أن يسمحوا بذلك، تنظره وينظرها لا بأس، لكن في محل ما فيه خلوة، ينظر إليها وتنظر إليه مع حضور والدها أو أمها أو أخيها، يعني لا ليس في خلوة، في مكان ما فيه خلوة لا يخلو بها. الخلوة من أسباب وقوع الفاحشة. وكذلك ما نبه عليه الشيخ صالح ما قد يقع من بعض الناس، انا ما سمعت من المسلمين لكن موجود في الخارج، ويسافر معها وقد ولم يعقد عليها حتى ينظر اليها وتنظر اليه ويدرس اخلاقها وتدرس اخلاقها، هذا من البلاء العظيم ومن المنكر الفظيع نعوذ بالله. انما مجرد نظر ينظر اليها وتنظر فقط، اما ان يخلو بها او يسافر معها هذا منكر كبير نسال الله العافيه.